فيها لغط يا سيادة الوزير، لكن أنا عارف إنك مرتبط باجتماع يا فندم، لكن النهارده طلعت بيان عن المد بالنسبة للفاتورة الإلكترونية. مظبوط نعم مظبوط. هو طبعا في جدل طبعا يا فندم زي ما أنت سامع. بص حضرتك، أنا برضو محتاج يعني فرصة يعني إن أنا أوضح. الفاتورة الإلكترونية ده قانون صدر بقاله يعني ده إحنا في السنة الثالثة، نعم وكان هدف الدولة انه يعني احنا عاوزين نحرك الدوله بتاعتنا من البيروقراطيه والمنازعات في التقديرات الجزافيه والخلاف على والله الورقه دي مش مظبوطه، لا ده الورقه ديت من حاجات وهميه، لا مش عارف ايه، وبدانا نتحرك في الدوله الرقميه وبدانا نتحرك في الميكنه، وقلنا ده اللي هيحل مشاكل المنازعات وتبقى الامور يعني بطريقه شفافه، وبالتالي الناس ما هتنازع في ايه، ما كله الكتروني والكلام ده. وبالفعل احنا بقالنا سنتين ونص بنطبق الفاتوره الالكترونيه. وعاوز اقول لحضرتك انا كل يوم بستلم على المنظومه 1.25 مليون فاتوره الكترونيه. من ساعه ما طبقناها لغايه دلوقتي احنا عندنا اكثر من 450 مليون فاتوره الكترونيه مستلمين على المنظومه. وعندنا اكثر من 150 الف ممول بيبعت الفاتوره الالكترونيه ما فيهوش اي مشاكل. وفي نفس الوقت يعني عاوز اقول لحضرتك بقت سهله انه بيجي الممول يقول لي والله اي معاملاتي موجوده، رد لي الضريبه بقى، معاملاتي موجوده اخصمها لي بقى عشان ما من الوعاء بتاعي عشان ما تحسبش عليها ضرائب. فبالتالي بقى التقديرات الجزافيه والمنازعات ولا والورقه دي والايصال ده مضروب والايصال ده ورقي والشركه دي وهميه، ما بقاش في الكلام ده. يعني خليني اقول لحضرتك انه يعني حته ان مثلا بعض الناس قال احنا محتاجين تدريب عليها اكتر، بعض الناس يقول لك طب انا محتاج ان انا امسك الحالات ويعني الخاضعين وبتاع ونعمل عليها ورش عمل وبتاع، ماشي يعني احنا يعني استجابه للكيانات الفرديه اللي هي طلبت ان يعني يبقى عندها وقت اطول والبتاع، ما فيش مشكله واستجبنا وقلنا طيب يعني 15 ديسمبر نخلي في فترة أطول عشان برضو الناس يعني تبقى معانا ونبقى معاهم، ويعني أي يعني تحديات بتقابلهم، توفيق أوضاع، مشاكل نتعامل معاها وبإيجابية، وإحنا منفتحين جدا. ففي النهاية بنعمل نظم يعني إن شاء الله بإذن الله بتساعد بلدنا وبتعمل عدالة، لأنه يعني خلينا نكون صراحة يعني يعني احيانا البعض يقول لك والله يعني انتوا يعني مش بتشوفوا حاجات وبتشوفوش حاجات، بتتعاملوا مع حاجات ما بتتعاملوش مع حاجات، يعني حابين ان الدنيا تبقى كلها زي ما بيقولوا كده ايه. بس في فئات في فئات يا فندم من المهنيين الحقيقه ما تقدرش تخش في الموضوع ده من اساسه، ناس موجوده في مكاتب وغيره يعني ليست لديهم. بص يعني احنا هنقعد مع كل الاطراف ونشكل لجان نبحث المواضيع دي ومنفتحين وايجابيين، لانه الحاجات دي للدوله والحاجات دي بتبنى يوم بعد يوم بعد يوم، ويعني التعامل الايجابي معاها والحاجات اللي هي محتاجه ان احنا يعني نحط لها حلول وكده احنا منفتحين على دوت. وبوعد حضرتك بوعد الساده المشاهدين برنامج حضرتك والمواطنين احنا يعني خلال الفتره دي يعني هنشوف مع كل اللي هو عنده يعني تحديات هنبص فيها، لكن في النهايه يعني المجتمع بيطالب بانه يعني يبقى في عداله ويبقى في يعني مساواه ويبقى في بتاع، مع الاخذ في الاعتبار طبعا يعني اذا كانت حالات زي ما حضرتك بتقول او خلافه نتعامل معاه ان شاء الله. سؤال الأخير سيادة الوزير، الشائعات اللي بتطلع على الدولار، اللي بيقول لك هيتعمل تعويم تاني، واللي بيقول لك هيوصل 40 جنيه، واللي بيقول لك في السوق السوداء وصل إلى كذا، كيف تتعامل مع هذه الشائعات وكيف ترد عليها؟ هو إحنا في حالة يعني حرب إشاعات. للأسف الشديد هناك حرب إشاعات بتدار من الخارج. صحيح. فيعني انا لسه طايل لي كده كم اشاعه من ربع ساعه نص ساعه برضو اما دورنا على مصدرها لقينا مصدرها من الخارج. هو في استهداف للدوله واستهداف لاستقرار الدوله، انا بقول لحضرتك قولا واحدا ده، لكن ان شاء الله باذن الله نعدي الفتره دي
تحديات خلال هذا العام يعني قوية، ونتمنى إن شاء الله بإذن الله عام 23 يعني يكون عام أفضل بعد كل التحديات وكل الأوضاع العالمية اللي مأثرة علينا هذا التأثير، يعني ويعني تعدي هذه الفترة يعني إن شاء الله. ربنا يكرمك، شكرا سيادة الوزير دكتور محمد.